الجمباز الفني بيحتاج اكتر قوة وفتنس وعضلات اكتر بكتير من الجمباز الايقاعي. الجمباز الايقاعي بيبقى يعني الجمباز الفني بياخد بقى اللي هو العقلة والحصان والارضي والحاجات دي، ومفيش اي ادوات في ايديهم، مش بيلعبوا باي حاجة في ايديهم. الجمباز الايقاعي عكس الجمباز الفني تماما، مش بيحتاج فتنس على قد ما محتاج مرونة. الجمباز الفني مش بيحتاج مثلا اظن 20% مرونة والباقي كله فتنس، احنا العكس، بنحتاج مرونة عالية جدا، بنحتاج فتنس، ده لازم يبقى فيه فتنس، بس مش بنفس البرسنتج بتاع الجمباز الفني. احنا بنستخدم 5 ادوات او 4، يعني كل لعبة عليها 4 ادوات بس على حسب السن، والادوات دي بتختلف من كل سن لسن. وما بنلعبش طبعا على اجهزة وكده، احنا بس هي معانا الادوات دي وبنلعب بيها على الارض 4 مرات على حسب برضو سن كل واحد. بس فهو الناس فاكرة ان الجمباز كله نوع واحد، ان احنا بنتشقلب في الهواء وبنلعب بالشريطة، فده ده فكر خاطئ تماما، عشان دي مشكلة كبيرة قوي بالنسبة لنا. فده لا، هو الجمباز الفني بيبقى اجهزة، ما بيلعبوش بحاجة في ايديهم، ده اجهزة مختلفة واحنا ادوات على الارض فقط. يعني اسهل حاجة اقدر اقولها ان لو حد لسه مش فاهم قوي في الجمباز، ان اللاعبه وهي بتلعب لازم ان هي ما توقعش الاداه منها، ده رقم واحد. كل وقعه وليها السكور بتاعها، مثلا لو وقعت جنبها ومسكتها وكملت البرفورمنس على طول بتنقص مثلا نص درجه، وقعت منها بعيد خارج الارض، احنا عندنا حاجه اسمها خط احمر او ريد لاين، ده لو خرج بره فبتاخد عليها بنالتي عاليه جدا. لو اللاعبه نفسها وقعت وهي بتعمل حركه من الصعوبات، ده برده بننقص عليه. بس هو مين اللي يعني لو حد بيتفرج ولسه مبتدئ في الجمباز، فهو ان الاداه ما توقعش او ان اللاعبه نفسها برده ما تقلقش. احنا بنلعب 4 ادوات، فكل اداء عليها ميداليه، و في اول اراوند اللي هو فردي عام، فبيحسبوا بقى توتال ال4 ادوات دول. احنا بنلعب 4 performances بس بيبقوا 5 درجات او 5 يعني حاجات نحققها، وده بيبقى اهم حاجه الفردي العام ده، لان هو ده اللي بيحدد المستوى الاول ان اول للعيبه، ده اللي بيبقى الهدف بتاعنا، ده اهم حاجه. لا ما اظنش ان ممكن حد يتفرغ للجمباز بس بالذات هنا في مصر، لان اول حاجه الجمباز عمره مش طويل، الجمباز الايقاعي بالذات. يعني هنا في مصر اللعيبه بتوصل لحد 20 سنه وبعدين، او يعني 22 اخرهم، وبعدين بطلوا، لان هي لعبه بتاخد مجهود كل عضله في الجسم، اصاباتها وحشه قوي ومحتاج مجهود ووقت طويل قوي، فمش اي حد بيكمل. وانس يعني الحد وقف عند 20 سنه خلاص هيعمل ايه بقى حياته، فطبعا هو محتاج حاجه تانيه يبقى بيعملها. عشان كده انا دخلت طب، لان ناس كتير قوي قاعده تقول لي طب هتكملي ازاي مع الجمباز وكده، لكن انا عارفه ان انا مش اللعبه دي مش هفضل بيها لحد زي التنس والسكواش بيكملوا لحد 30 سنه مثلا، فده صعب قوي. في ناس بتكمل بس ده بره مصر، وعلى ان هم ممكن يكون مصدر رزقهم من اللعبه عادي، اللعبه دي واخده السبوت لايت ده لدرجه ان ده دي الحاجه الوحيده اللي بيعملوها في حياتهم. لكن احنا هنا بتاثر على الدراسه، بتاثر على الشغل، بتاثر على كل حاجه، فما نقدرش ان احنا اقول انا هتفرغ بس للجمباز الايقاعي، اقدر اعمل كده في بلد تانية، لكن هنا ما اظنش. طبعا هو انا لسه اول سنه في طب، فلسه مش متعوده على السيستم وكده، فالموضوع يعني صعب شويه، بس ده من ناحيه السيستم مش من ناحيه الدراسه نفسها. انا كنت في الاول عارفه كوب وان انا احاول اوازن ما بين الاثنين، لكن دلوقتي طبعا عشان احنا الاولمبياد قربت جدا فالموضوع صعب، لكن الجامعه متفهمه ده، فهيحاولوا ان هم ياجلوا لي الامتحانات ويدوني الحاجات في وقت مختلف لوحدي، يعني هاخد دراسه مكثفه لوحدي مع الدكاتره وكده، عشان اقدر ان انا ان شاء الله يعني اعدي السنه. لكن اقدر اقول الموضوع صعب، الموضوع مش سهل ومش سهل على اي حد، لكن انا زي ما قلت حضرتك خدت ثانويه عامه في 3 شهور، فده اللي مخليني عندي امل ان انا ان شاء الله هقدر ان انا الحق اللي فاتني واجيب درجات كويسه كمان في الامتحانات. بس يعني هو الموضوع صعب. هو انا هدفي ان انا كنت عايزه اتخصص في طب رياضي عشان احل المشاكل اللي بنواجهها كلنا، بجد اكبر من مشكله بنواجهها بالذات في الجمباز الايقاعي. احنا عندنا اصابات مثلا فرقه لعيب كوره ممكن فرقه كلها اصاباتي انا لوحدي، دي اكبر مشكله عندنا في الجمباز، وبتوقف لعيبه كتير قوي عن اللعب وبتقلل مستوى ناس كتير قوي. وانا يعني انا جربت كذا مره اصابه خلتني مستواي يقع جامد. للاسف الطب الرياضي هنا في مصر مش متركز عليه، او مفيش ناس خبيره بما فيه الكفايه تفهم في كل رياضه. يعني في فكره عامه عن الرياضه وان انا بعمل كذا وبعمل كذا، لكن مثلا لما اقول لحد انا بلعب جمباز ومثلا انا ظهري بيوجعني، اقول له انا بنزل 360 درجه لورا عشان اسخن ظهري او ان انا اعمل كذا، فهو طبعا يقول لي ده ابنورمال، ده مش حاجه طبيعيه، فانا هو مش فاهم الليمت اللي انا بعمله، فمش هيقدر يعالجني يعني on the long run. هو ممكن الجلسه تحسني يوم يومين، لكن هرجع تاني اتوجع عشان اللي قدامي مش فاهم
ده اللي انا عايزه اعمله، لان انا فاهمه كل حاجه في اللعبه، كل ستاب باخدها في اللعبه انا فاهمه اصاباتها، فاهمه كل الحركات، فهبقى ساعتها عارفه اعالج اللي قدامي.